بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا ليال وحين سوها إني سلسلة ذيه أن أغطلق لني إن أن أغهد لنه دردارا أن أجهدين إني ددك مسلمين تقربها كنل وحن خروا سور شاقني عدة أن لها اللي إن أغبضا إني يهين ددك والدين تأه إيا ددك مسؤولك كأدين تأه أما ها هذا ذلك مساجد الشوغا علمذا أما ها هذا ذلك قرآن كدقاء معلمين تاع قلت لك أمهم سوال الله يال رمتي أصلنا أه وأن كل الدار من والدين تاع ولبا إني وحول بكوهر مريان إيجا إيا نفتو ذبا إيا عروتو ذا أنفعيا وإن لسي اهتمام يمهمت قونية توحيدك توحيدك بريديسة يا فهم سين تيسا وشيغا اصل كي ومهم سن قفك مسلم كان رشيس هدي توحيد كاس اسكنا او هاغاغنا وحبذن با او هاغاغي عيد او هرية توحيد كاين هاغا سنانا ودك واوين مسلمين تا والدين تا معلمين تا محايا لي قفك الشيغا استقو هايستو بو اوجد بنكرا دك كالا عروتنا وأن أكتهين وهذا وح جبضا ولقى قيلنا إياه وأسناني مدي ولقى بحيه مع روتيني وقبله إنه حجابا ولش يو خمسين أوجشن حدنا إن أي مرة سمانتا أنت معاسيدي يحمانتي اللي قلت جاي إن أرنتو قال لي ما أي أدي حنا حسوستا إن حدها حل هذا اللي قلت دور بلاد ما مساجد كلمة كتيري ما ما إسوا عضي وحيوتي شيخه وحان ربع قبادة يدي وقفي عنا هيد وسان سلاد ولها تكوي وتري محان كتو كان يموع من سنة أنه إلهي ورك النوع عاسة أو أه إن دين تلا إنكيره أما قفك إيمان كيس الشكل يجليه ووح أوبضا يبغلين تأوبضا هذا كتاجن وده ماذا قربها أنت بدن وحين حوك سارنا وحي على كله المعاهد بين حوك سارنا قرآن بين حوك سارنا وصح لكن إن أغانا ولا ليالو وح أقويني والتوحيدك ونبينا عليه الصلاة والسلام وح أحاديث بنا كسوغان قفك التوحيد كل انتهى والتوحيد كو سحسن يهي آخر وبدبادية تنو قدنا بينا يا آخر مركا دين والدين هاي وإن نجهد كل بحنا التوحيدك مركا التوحيدك هاللي إنه تدك واوين أو حفهم إياه توحيدك إصابرتين إيا قابك إصابرتين وكفلا لكن عرورتنا وحلو أبو ري شكي لغا شكي سيني دينتي مركا وإن إنو برانا عددكو أو متخصصينكو أه وحيالا هدك شكي اللي قليو إيا سيدا لوغا سارو دون مسلمين أنا تيره سيدا أوغيد فريقا وحين لوغا هاللي دونا توحيد كي أهمية دقو ليهي وحنكو سوا قادن دونا ولا ليال هل آياد إيا لبا حديث وموتنا يا توحيد كي أهمية دقو ليهي إيا وليبا نواشي انت كيسوفا إيا دقو ليهي آية داس ألواتو ليه سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إله وحين وشكين يا توحيدك بوتصالة وحين وسين وحين فهم كرنه توحيدك وحال غصو قاضي جيد أو كلمة كتاقن جيد كاسي مركا بيبضان هلوه وحو أستاحل الدد يتريده أو حن قد أجد أدق أتاعن وتوحيدك ما كأنت عسى قفك مسلم كي وحلق سوق هذا توحيد كي سي إنه يهجد كاسو كله هدي أدق مرك توحيد كاجي إيمان كاجي وأذكاره أو إيمان كاجي وسجناره وحن قن ساجد كحديد يستي أن دقاتين كرين ما ها أنت عسى دير مركا وحيجد كاسو بحي أو على ما يلا ما يملا أو حلق شاجي إنه وح قروح بدنيهين لا مهان يا على مهان يا مرهاني وفعلك أديك كاسو بحي وصلاتي وصونكي وأخلاقي
وحلال ميرشدي أديك أنا وحكاس وبحايا وهذا الكاجي وحول بد كل دقاقده سيد جيت كأقروح بدن وصو صار اللام يمر قروح بدن بعديك أنا وحكاس وبحايا أو نوحي وحفي عن هذا الكاجو في عينها أو قولك هو في عينها أو قلبك هو في عينها أو نيدا هو في عنتها أو الرقاق هو في عينها أو مضوا كتعشها أو الودقي سنية محايا لي توحيدك وحول لياه وحول بأوناكسن هدي قفك توحيدك كحما ذنا لغن كحما ذا وأخلاق ذا كحما ذا وهذا كحما ذا وأرساق ذا كحما ذا وحول بأو كحما ذا سيدا أوقدوا لي وحان كل الضرب من لها ولا لها من لها تشوغة إن حوق اللي صاروا عروت إن لبرو توحيدك إنكو أنبرنو عروتنا برنو وحيالها الشبهات كي شكيك لو أبورينا ووحيالة فرقو تلسو اللي يقانو dad badan ba garanaya in la baro lagu baraarujiyo in badan waxaan xog saarnaa in dugsiya la geeyo oo lagu dilo oo dugsigu ma xuma laakiin waxaad ogaataan aqoola ilaahay ku qabsan maayo maxaa quraanka ku xifdin weysi cadaab ku gelimays maxaa quraanka ku xifdin weysi laakiin tawxiid kale aanti cadaab ku gelisa xadiis kale oo la yaal nabiga nuu tulaha alayhi salaatu wasalaam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah aniga iyo nabiyaashii igu horeeyay wax aanu ku dhawaaqan ama ku hadalno waxa ugu fadli badnaa laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu inoo sheegayaa isaga iyo ambiyadii ka horeysayba wax ay ku hadlaan waxa ugu fadli badnaa laa ilaaha illa allah kelimada tawxiidka fahamkeeda iyo ku dhaqankeeda iyo oraahdeeda intaba inaynu badinno inagu baranno dadka reeraha joogna barno ugu yeerno islaamka caruurteena barno waa qodobka ugu muhiimsan lagu badbaadi karo waxaa ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam tawxiidka oo la badiyo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir oo boqogoor aad tidhaahdo shan faa'iidaa ka helaysaa shan faa'iidoo aad u waaweyn weeye ta ugu horeysa waxaad helaysaa ajarka sida adigoo toban qof xoreeyey oo kale ta labaad waxaa lagaa tirtirayaa boqol dembi ta saddexaad waxaa lagu qorayaa boqol wanaag ta afraad waxay difaac kaaga noqonaysaa protection shaydaanka ta shanaad ma jiro qof waxaa kaa maalintaa kaa ajir badan ilaa qof intaa aatii ka badan yidhi mooyaane marka walaalayaal dardaarankeenu waxa weeye waalidiinta iyo dadkii mas-uulka ka yihiin ee caruurta ah iyo culimmada iyo macallimiinta war tawxiidka ha lagu dadaalo oo caruurtu inay ilaahay yaqaanaan oo ilaahga abuurtay yaqaanaan oo nebigooda yaqaanaan oo aakhiro yaqaanaan oo dhimasha sugayso in lagu barbaariyo waxyaalaha waddankaa ka jira shubahaadka ama shakiga ana waa la daaweeyaa farakutis waa la yaqaanaaye in lagu dadaalo intaasaan ku soo koobaynaa xalaqadeenii labaad wasalli allahuma calaa maxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam.